Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jamil Busaidi und in diesem Video geht es weiter mit dem dritten Teil der mündlichen Prüfung Goethe ÖSD. Für das Video den Teil 3, der war ein مهم من الامتحان واللي خاصنا نعطيو حقه ونطبقوا القواعد ديالو كما مطلوب مني في الأوفغابة ديالي. Also في هذه الأوفغابة انا كواحد تندير بريزنتاسيون عندي مطلوبه مني واحد الحاجه انني نجاوب على السؤال وهذاك اللي يطرح السؤال راه ما مطلوبش منه غير يطرح السؤال راه مطلوب منك حتى تعطي الفيدباك فيدباك جيبن وندان فراغن ستيلن اوكي لا بلوبار تاع الطلبه ما عرفتش علاش هذه تيخليوها فيدباك جيبن الوغ ادير واحد الجمله تنحفظها وتنقولها في اي موضوع كيما بغى يكون كيف ما كانت البريزنتاسيون تاع داك الشخص تنحفظ واحد الجمله وتنقولها عاد تنطرح السؤال الوغ لما قلت انا هذا الفيدباك راه نقصوا لي النقاط اوكي ومن بعد عاد تنحط تنطرح الاسئله الوغ في هذا الفيديو غادي نشوفوا ان شاء الله غير مثل تيبس اند تريكس نشوفوا ديريكتومون الاوفغابه شنو مطلوب مني عندي تايل دغا اوبر ان تيما سبريشن الوغ غادي نهضروا على ديك التيما الوغ واحد يدار بريزنتيرن تنطرح ليه واحد السؤال هو تيجاوبني يعني تنبقى نهضروا في هذيك التيما غوت الوغ شنو تينتظر هنا كاين جوج حوايج مقسمينهم ها هو ناخ ايغا بريزنتاسيون هنا تيخاطبوا هذاك الشخص اللي دار البريزنتاسيون ديالو مين غادي يساليها شنو تينتظرك تينتظرك انك دير رياجيرن زي اوف دي ركميلدون اون اوف فراغن دير بروفر بروفرينن اون ديس جيسبريسبارتنرز der Gesprächspartnerin. Okay? Also, der Prüfer hat die Asila und der Gesprächspartner hat die Asila. Was muss ich denn tun? Wir reagieren. Wir haben eine Rückmeldung und wir haben okay? Wir werden ganz genau die Rede mit den Noten. بالنسبة للأجوبة bien sûr, ما عنديش أنا واحد القاعدة كيفاش غادي تجاوب أنت على واحد الشخص على السؤال ديالو. هذيك راه عندك مجهودك الشخصي ولا النيفو ديالك اللي وصلتي ليه نتايا حقاش واحد من غادي يطرح لي واحد السؤال هذاك السؤال راه كاين 1000 سؤال 2000 سؤال ما يمكنليش انا نبريباري الاسئله كيفاش نجاوب خاصني نعرف نكون جمله مفيده في السؤال ديالي يعني نطبق القواعد السوجي الفيرب الاوبجيكت واش الاكوزاتيف واش الداتيف المقيم نتاع الفيرب في الجمله اون زو فايتا الوغ الغلط مسموح في البي 1 ماشي ما مسموحش يعني ما يكونوش شي اغلاط فادحه البرونسياسيون ولا تستعملوا شي كلمه اللي ما مفهوماش تتنقصوا منها شي حرف شي حاجه ما تتولي كلمه غير موجوده في اللغه الالمانيه راه غير ولا تبدل الارتيكل راه تيولي عندنا بعد خطرات معنى واحد اخر تصوروا يعني كلمه على سبيل المثال ولا قلت لك دي لايتا راه هو السلم ولا قلت لك دي لايتا راه هو المدير يعني تصوروا غير الارتيكل بدل لي هنا المعنى يعني فما بالك تتنقص انت واحد الحرف ولا واحد الحرف ما تتنطقوش كما باغي يتنطق يعني راه ديما تنقولها يعني الواحد اللي باغي يخدم على لا بالنسبه للسمع ولا بالنسبه للهضره ولا بالنسبه للطلاقه في اللغه ديالك خاصك تبقى تسمع بزاف وتبقى تقرا بزاف بصوت عالي يعني تقرا بواحد الصوت عالي واحسن حاجه هي انك تدخل يوتيوب كاين واحد الفيديوهات ان واحد تيكون تيقرا يا يعني تيقرا عليك تتسمع البرونسياسيون ديالو تتقرا معاه انت او ميم طون حيتاش تيكون كاتب لك داك الشيء اللي تيقرا تيبان لك انت يا وتتقرا معاه وديما قراو بصوت عالي حيتاش القرايه بصوت منخفض تتكون ساهله انا دابا بغيت نقرا بصوت منخفض ندير راني ساليت هذا الشيء كامل ولكن بغيت نقرا بصوت عالي خاص تياخذ داك الشيء الوقت والمخارج يخرجوا كما خاصهم يعني الحروف اون زو فايتا يعني كل حاجه تتخرج مما خاصها تخرج اوكي ازو يعني نصيحتي ان الواحد اللي باغي ياميليوري الاوشبراخ ديالو الشبراخ ديالو الجيماين يعني هذا غير واحد تايل واحد جزء من هذاك الشيء اللي خاصكم ديروا انكم تبقاو يعني تصنتوا بزاف للراديو تبقاو تقراو بزاف بواحد الصوت عالي يعني ماشي تنقول صوت عالي تصدعوا الجيران يعني كي بحال اللي تقرا في القسم وصافي غوتش الو نمشيو نشوفوا دابا شنو خاص هذاك الشخص اللي الجيسبريس بارتنر ديالك اللي كان تيتصنت البريزنتاسيون ديالك شنو خاصو يدير وهذاك الشخص اللي تيكون تيتصنت في غالب الاحوال ما تيكونش يتصنت يعني الخلعه شاده تتكون جالس صاحبك تيدير بريزنتيرن التيما ديالو انت جالس مخلوع يعني تتكون ساهي تتكون تتفكر في التيما اللي غادي دير انت بريزنتيرن ولا تتكون تتوجد صافي سمعتي راه يهضر على سبوت وتتبقى توجد للسؤال وتتشوف فيه وتدير ليه يا اوكي اها يعني بحال راك تتصنت لي وانت راك ما كاينش كاع تما كاينه يا الو هذه غلط من الاغلاط اللي تديروا علاش في هذه الحاله انا مما تنكونش تنصنت لهذاك البارتنر ديالي اللي تيكون تيدير بريزنتيرن تيكون جاوب على شي حوايج
وفي اخر مطاف ملي تنجي انا نطرح عليه السؤال، تنطرح عليه واحد السؤال تيقول لي انا راه جاوبت هذا الشيء راه هضرت عليه، يعني ماشي سؤال ماشي حاجه منطقيه. اوكي ما تيقولكش بهذا المعنى هذه، يعني راه الواحد ولا كان النيفو ديالو واعر ممكن يجي يقول لك راه اي شاب يا شون اوف دي فراغ دي انت فوتت، راني ديجا جاوبت على هذا السؤال راه قلته في البريزنتاسيون ديالي. ها هو تيصدق نتايا يعني في واحد الموقف محرج، واصلا راه ماشي السؤال هذاك حقاش راه ديجا جاوب عليه. مايمكنش انا نبقى نقول لك انا من مدينه مكناس وانت تجي من سالي نقول لك اين مدينه نتايا، من الرباط ولا من كازا، يعني راك ما كنتيش منتبه معايا. اوكي فهمتي المقصود، يعني ديما هذاك الشخص اللي تيكون تيدير بريزنتيشن خاصني انا اللي غادي نطرح ليه من بعد السؤال ديما نتكونسونطرا معاه 100% نسمعوا شنو تيقول، وانا ما حدي تنسمعوا وتنوجد في السؤال. اين فوا نشوف هذاك السؤال اللي وجدوا راه يلا ذكروا دابا عاوتاني نوجد سؤال واحد اخر باش ناخذ النقط ديالي كامله. اوكي اوكي بالنسبه لك انت يا اللي غادي دير دابا هذا السؤال شنو مطلوب منك؟ جيبن زي انا روكمال دونك، اول حاجه روكمال دونك، روكمال دونك هي الفيدباك، خاصني نعطي واحد الفيدباك تو بريزنتاسيون ايغس باتناس ايغا باتنارين زوم باشبيل في ان دي بريزنتاسيون جيفالن هات كيفاش عجباتك هذه البريزنتاسيون، واش عجباتك ما عجباتكش اون زو فايتا، فاس فو زي نوي او دا بيزونس انتريسانت با اون زو فايتا او اس في داس هايس اون زو فايتا وغير ذلك والى اخره كما تنقول. اوكي الوغ اول حاجه خاصني ضروري الفيدباك ديالي ضروري، حيت بزاف فيكم تتنساو ما تتقولوا شي تجي تبقاو تخلعي تقول لي راه شاب انا فخاك وتتسول. اوكي و هذاك السؤال تتعطيه العصا حيت تكرفس على الفيرب تكرفس على السوجي اون زو فايتا، يعني علاش نقول هاد الهضره، يعني الواحد راه فريمون خاصو يبريباري الامتحان. راكم عارفين ان الواحد يمشي لقيت ولا الاستدي ما تبقى يدخل موديول مره جايه موديول واحد اخر والعام طويل كما تنقولوا والفلوس موجوده يعني ماشي مشكل. قال واحد يبريباري مزيان شتي راه غير تشد بالنسبه للقواعد اللغه الالمانيه شد غير ا1 والاتسفاي القواعد ديالها على باز مزيان راه كافيه باش انك تهضر يعني فريمون بواحد الطلاقه، حقاش هذوك هما لا باز نتاع لا لونغ ال ا1 وال ا2 راه هي لا باز هي اللي عليها العمده. البي1 والبي2 والسي1 تبقى كما تنقولوا خضره فوق طعام، ماشي خضره فوق طعام بهذا المعنى ولكن يعني تنزيدوا تنطلعوا النيفو شي شويه، ولكن هذاك فايل داس وهذاك النيبنزات وهذاك الانديريكت فخاغنا شي كامل قريتوه في ال ا1 وال ا2 اوكي الداتيف الاكوزاتيف اون زو فايتا، يعني ملي تمشيو للبي اي تبقاو تعمقوا في الكونيكتورن الكونيونكسيون اون زو فايتا، يعني هادشي فاش تبقاو نتعمقوا فيه وصافي. كوتش ثاني حاجه اللي مطلوبه منا شتين زي اوخ اينه فراغ تو بريزنتاسيون ايغس باتناس ايغا باتنارين. اوكي غادي نطرح واحد السؤال على البريزنتاسيون اللي دارت اللي دار البارتنر ولا البارتنرين ديالي. المهم انا هادشي تنشرحو بواحد يعني بالتدقيق، علاش بالنسبه للناس اللي عاد باغي بادين في البريباراسيون ولا عاد ناويين يبداو في البريباراسيون باش يعرفوا غانز كناو شنو مطلوب منا. بالنسبه للناس اللي متقدمين وباقي لكم سيمانه جوج سيمانات للامتحان راه ديجا عارفين هادشي، ولكن كاين بزاف الناس اللي فريمون تيكون باقي لهم سيمانه وما عارفش ان خاصني نعطي واحد الفيدباك يا الو هو فراسو راه غادي يمشي غادي يسالي البريزنتاسيون غادي نطرح السؤال. لا ما طرحش السؤال، عطي الفيدباك عاد طرح السؤال. اوكي دابا بلا ما نطول عليكم نمشيو ديريكتومون الغيد مثل الو مينا بغيو نعطيو الفيدباك. شنو هو الفيدباك؟ الو ميتي درنا الشخص اللي معايا تيدير البريزنتاسيون ديالو شنو تنقول ليه راه البريزنتاسيون ديالك عجباتني ايش فاند اس انتريسانت ولا ايش فاند داين تيما ز انتريسانت ولا هنايا ايش فاند اس انتريسانت داس، يعني شي حاجه في هذاك الشيء اللي قال وجدتيها يعني انتريسانت سماش ايش فاند اس انتريسانت داس في لي ماروكانا اي ماروكو اكستريم سبورت ترايبن. اوكي الو وجدت ان انتريسانت ان المغاربه بزاف ديال المغاربه في المغرب تيديروا اكستريم سبورت، حيتاش اكستريم سبورت ماشي اي واحد ممكن يديرو. المهم هنايا شويه تتكون صعيبه باش المهم انا نعطيكم واحد الجمله اللي تقد اي واحد يحفظها ويديرها حسن اللي تتكون في المتناول ما تصدعش مع راسك، حيتاش هنا فريمون خاصك تكون جمله يعني يكون النيفو ديالك فريمون زوين. ولا ايش فوست نيش داس الو ما كنتش عارف ان هذه تنقولها في حاله انك سمعت واحد المعلومه وانت هذيك المعلومه ما كانتش في خبرك هذيك القضيه، الو ما كنتش عارف ان فلان راه عنده تسماش بي طوموبيل على سبيل المثال. اوكي ولا تقول ايش دينك على ما اظن دو هاز ديش غانس كلا اوسكوتروكتي، يعني راك
Ja, also sich ausdrücken, ja, ich wollte ja, aber sich äußern, also eine Partie im Sinn, klar, Büro doch. Ich finde deine Präsentation sehr gut, oder ich finde deine Präsentation sehr gut strukturiert, oder sehr interessant. Safi, hat dir Kaffee, Feedback, hat Feedback. Ich finde das Thema nicht interessant, oder interessant, محقكم انك تقول له راه التيما ما عجبتنيش، ولكن مش واحد حاجه زوينه حاجه خايبه، يعني مسكينه تتصدموا ديما نشجعوا الواحد تقول لي راه عجبتني القضيه، حتى ولا بغيتي تعطي واحد الحاجه سلبيه، هذه في قوانين الفيدباك، ما تنبغيو نعطيو فيدباك، تنبداو بالحاجه الايجابيه، تنقول اوه التيما ديالك راه عجبتني هذه هذه، ولكن وعاد تنجيو تعطيو الحاجه السلبيه، هذه راه حتى في الحياه العمليه ديالكم راه ماشي غير هنايا، يعني في اي حاجه شي واحد قال لك بحال طوموبيلتي زوينه تقول اه راه زوينه كذا، ولكن هذه راه الثمن شويه غالي، ماشي تجي تقول له اه الثمن غالي، يعني يعني ديما مثلا نعطيو فيدباك، هذا هو قانون الفيدباك باش ما تنجرحوش هذاك الشخص، ولا غادي نقولوا ايش فيند داس تيما يا نيش انتريسانت ولا انتريسانت فايل، علاش ها شنو ها شنو، ولا زوينه ها علاش، مش فونات يعني ادهشني، ولا مش اوباغاشت يا فاجأني ان، عاوتاني تنقولوا شي حاجه فاجاتك في هذاك الشيء اللي قالوا ولا دهشك، خاصك تعبر، هنا خاصنا نكونوا جمل، اوكي؟ ولكن هذه هي الجمله اللي ننصحكم تحفظوها، حقاش في هادو تقريبا خاصكم تكونوا جمله مفيده وغادي تعكل وتقدر اغلاط، نحفظوا هذه الجمله هذه هي يا اوكي ما بينش مزيان، طلعوا هذا الفوق، غادي نقولوا دي بريزنتاسيون فا زير انتريسانت، فايل ديز تيما هويت غانت اكتويل است، صافي هذه نحفظها ونستعملها في اي في اي موضوع كيما بغا يكون، ولا نقولوا دي بريزنتاسيون فا زير انتريسانت فايل ايش ميش فور داس تيما زير انتريسيير، اوكي سيش انتريسيرن فور. او فيلن دانك فور دي انتريسانت بريزنتاسيون، تاع هذا واحد الفيدباك، شكرا على هذه البريزنتاسيون اللي كانت انتريسانت، الوغ هذا هو اول حاجه اللي تنطبقوها، وثاني حاجه هي عاد نطرحوا السؤال، اوكي نشوفوا السؤال كيفاش غادي يمكننا نطرحوه. Eine Frage stellen, alors, كيفاش غادي الطريقة اللي نطرح بها السؤال؟ ماشي نجي ديريكتومون يعني نطرح السؤال، غادي نقول ليه إيش هاب أين فخاغ، منها تنقول واحد الجملة مفيدة هي اللي تنكون ديجا حافظها وموجدها، وعاد من بعد تطرح السؤال ديالك اللي غادي يكون عبارة عن سؤال في جملة مفيدة فيها الفاعل والفعل، ولا تطلب الأمر، راه تيكون عندنا الأكوزاتيف أجنسون ولا الداتيف أجنسون ولا بريبوزيشنال أجنسون أون سو فايتر. Ich habe aber etwas nicht ganz verstanden oder nicht verstanden. شي حاجه ما فهمتيهاش. Was meinst du mit? يعني تعدي محقق شي حاجه ما فهمتيهاش، قولي ماذا تقصد بهذه؟ يعني هذا واحد الطريقه، يعني لما طاحتك في شي بالك في شي سؤال اللي تقدر تطرحه، قولي شنو تقصد بهذه وبهذه؟ اوكي ولكن شي حاجه تكون منطقيه. اوكي ماشي غادي تقول لي فاس ماينس تو ميت تو ماتش بيت تيما ديالو هي اكستريم سبورت، تقول لي فاس ماينس تو ميت اكستريم سبورت، هو الصباح كامل ولا يعني 3 دقائق كامل هو هو تيعرض عليك، وانت يا في الاخر تجي تقول لي فاس ماينس تو ميت اكستريم سبورت. هنايا ايش مش تديش فراغن اوب يا الو، بغيت نسولك واش اوب تدي لنا النيبن زات اللي تيكون السوجي والفيرب ام زات اند. ايش مش تديش فراغن يا وغادي نسولو، بغيت نسولك هاس تو شون مالكم، عارفين السؤال تنبداو بالفيرب وعاد السوجي، وكاين في بعض الحالات تنبداو بالسوجي عاد الفيرب، لما تكون واحد السؤال عباره باش غادي نبغي نتاكد ان تما شنو نقول لك زي هايسن هشام نو الو، انت سميتك هشام لا، ولا هنا نقولوا كنتس تو مي بيتش زاغن ولا اكليرن فاروم، هنايا عندنا انديريكت فراغ اللي حتى هي هاد الفي فراغ تياخذوا لنا القاعده تاع النيبن زاتس، داس هاي السوجي تيجينا في الاول والفيرب تيجينا في اخر الجمله، تسمى باش نقول لك فان هاست تو هويت دين تامين، ولا بغيت ندير سؤال غير مباشر انديريكت، يعني يوليو فيه جوج جمل تفصلهم واحد الفاصله، نقول ايش مشتي ديش فراغن فان دو هويت دين تامين هاست، ازو هاست درتها في اخر الجمله، الو هذه تسمى القاعده انديريكت فراغ، ولا ايش هاب اين فراغ عنديش، عندي لك واحد السؤال، تقول لك بالعربيه ولا بالمغربيه عندي لك واحد السؤال.
auf Feedback und Fragen reagieren. هذا الدور نتاع هذاك اللي غادي يجاوبنا على السؤال. يعني ماشي نجيو نبدا في السؤال ديريكتومون. اوكي، الوغ اول حاجه غادي نديرو ماشي نجيو كما تنقولوا ماشي غادي نجيو نبداو بالجميله ناكلو شلاطه هي الاولى. اوكي، الوغ شنو هي؟ خاصنا نديرو دانكن فيو داين فيدباك. الوغ نشكرو بعدا كينا كونك شي بروفيسيونيل وزوين، شكرا على الفيدباك ديالك. اس فرويت ميش داس دو ماين تيما انتريسانت ولا غوت ولا نيشت شلاشت فاندست فيندن. هنايا مصرفنا في البريتيريتوم، ممكن نقولو فيندست ماشي ضروري، يعني ممكن نستعملو بريزنس ولا نستعملو البريتيريتوم اللي بغيتو، ممكن نستعملو حتى البيرفكت كيفون هاست. اوكي، ولا غادي نقول ليه دانكو في داين فراغ، شكرا على الجواب على السؤال ديالك. ايش فو دو زاغن، وغادي نبدا الجواب ديالي. داس از اين غوت انتريسانت فراغ. الو هذيك الفراغ اللي تيطرح لك شي واحد تقول داس از اين غوت انتريسانت فراغ، الزو اذا، وغادي نبدا ديك الساعات نجاوب له على السؤال ديالو. المهم هذا هو تشايلد غا كما تشوفوا. ماشي شي حاجه اللي صعيبه، القواعد ديال نطبقهم باش نجيب النقاط ديالي كما خاصني نجيبهم. الو ندير الفيدباك ديالي فخاغن شتالن، انت من دير رياكين على الاسئله بعدا كي نقول ليه شكرا وهذه وهذه كما وريتكم دابا، وعاد جاوب على السؤال ديالكم. وتنتمنى لكم حظ موفق في الامتحان نتاع الجوت ولا الاس تي بالنسبه للطلبه اللي غادي يدوزوا عما قريب. يلا كان معكم هشام البوزادي، تبارك الله عليكم.